كيف ينعكس هذا الانتصار في هذه المعركة بالتحديد على المعركة الكبرى أو بقية المعارك في بقية المناطق في أم درمان بالتحديد؟ هذا بيان عملي، وهذا دليل ثابت وواضح أن الجيش هو المسيطر، أن الجيش هو الذي استدرج، أن الجيش استدرج المتمردين، أن المعركة في نهايتها والجيش يحقق انتصارات. هذا تثبيت المثبت، هذا تثبيت للرأي العام العالمي الحقائق التي يعيشها. لكن دكتور، ألم تطل معركة أم درمان برأيك؟ طالت معركة أم درمان لأنها نفذت، معظمها كانت في الأحياء السكنية، بل ما تزال هنالك اثنين حي أو ثلاثة أحياء، ما تزال حي أبروف وحي بيت المال، ما تزال هذه الأحياء يقطن الدعم السريع في منازل المواطنين ويتخذها سكنات. ونحن نعرف، أنا شخصيا أعرف هذا الحي وأعرف معظم السكان الذين يسكنون في هذا الحي، فإن وأعرفهم بالاسم، ولذلك الآن أعرف منزل فلان وفلان، وأنا شخصيا يمكن أن أكون شاهدا في على هذه المعلومة، منزل فلان وفلان وفلان هم الآن الدعم السريع يسكن فيه، وطرد فيه منهم طرد المواطنين وطرد ملاك هذه المنازل ويقطنها الآن في بعض أحياء. نعم، في أم درمان، في أم درمان خط رفيع، خط رفيع، لأن الجيش يعني تحرك من شمال أم درمان ومن جنوب أم درمان، وما يزال هذا الشريط الذي سميته حي أبروف وحي بيت المال ما يزال الدعم السريع موجود فيه في أم درمان. تعاطي المواطنين في هذه المناطق مع المعركة كيف هو دكتور محمد؟ خرجت الناس يعني من بيوتهم فرحا مع القائد العام في جولته، وفرحا بانتصار الجيش في، وبالمناسبة انتصار الجيش ليس وحده فقط في المدرعات، ولكن أيضا الآن تقام معارك في أم درمان ويحقق فيها الجيش انتصار. والشعب السوداني بالمناسبة اليوم كنت أتحدث مع أستاذة صحفية اسمها دكتورة سمية سيد، هذه المرأة احتل الدعم السريع منزلها، أرسلت إلى الجيش السوداني إحداثيات هذا المنزل وطلبت منهم أن يقصفوا هذا المنزل. هذه نماذج، هذه تضحيات من الشعب السوداني. وكما سألتني كيف تلقى الشعب السوداني، هذا هو الرد عملي، ضحت بمنزلها. نعم، بالرغم من أنه يعني كما يقولون هو شق العمر، هو يعني مدخرات السنين، يعني هي هذه المرأة، هي وزوجها وأبنائها، كل مدخراتهم موجودة في هذا المنزل، ولكن يعني فداء للوطن وفداء لهذه المعركة، وحتى لا يكون حاجز في انتصار الجيش هي أرسلت وبادرت من نفسها، وليس هي وحدها ولكن عدد كبير جدا من، وذكرتها فقط بالاسم كنموذج لأني كنت أتحدث معها اليوم قبل أن أجي لهذا الاستوديو. إذن التحام قوي بين الجيش وبين الشعب السوداني. فيما يتعلق بالمقاومة الشعبية أو الشعب الذي انضم إلى الجيش والتحم معه لمواجهة الميليشيا، إلى أي حد هذا متحقق أيضا في مدينة أم درمان التي تدور فيها معارك ضارية؟ القائد العام طبعا أرسل دعوة استنفار ويستنفر كل الشعب، كل من يستطيع حمل السلاح، خاصة قدام المحاربين، خاصة الشباب، خاصة الذين لهم معرفة بفنون القتال. استجاب الناس بالآلاف، وهنالك بعض المعسكرات التي يعني عجزت عن استيعاب فوق طاقة استيعابها، لذلك الالتفاف قوي جدا. والشباب يعني رأوا أنهم إما يعني ما بين النزوح وما بين حتى الدعم السريع لم يترك لهم فرصة أن يجلسوا في أحيائهم وفي منازلهم، لذلك رأوا أن هذه فرصة هذا الاستنفار ليلتفوا مع الجيش وليدافعوا دفاعا مباشرا عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم. هل ما زال الدعم السريع قادرا على استخدام تعزيزات عسكرية بشكل أو بآخر خارجية أو محلية؟ هنالك معلومات، المعلومة الأولى هنالك مثلا في الخرطوم حي اسمه حي مايو، وحي آخر متاخم له اسمه حي عيد حسين. الدعم السريع
حاول أن يغري أطفال من هذه الأحياء السكنية، أغراهم بالمال وأغراهم بالتهديد وأغراهم بالخداع، تم استدراجهم ونفذ من خلالهم هذه المعركة لكي يشاركوا معه بالقتال. والجيش السوداني يعني قبض معظم هؤلاء الأطفال كأسرى، والدحم السريع سبحان الله هو نفسه يوثق هذه الجرائم ضد نفسه، ووثق الأطفال وهم يسوقون سيارات وبها إضاجمات أو بها يعني أسلحة وبها دوشكا وغير ذلك. إذن هذه جريمة، هذه جريمة حرب موثقة. الدعم السريع لكي يعوض النقص في جنوده حاول أن يعني يجند هؤلاء الأطفال. أيضا نسمع يعني أن هنالك إمدادات تأتي للدعم السريع، ما يزال هذه الإمدادات تأتي عبر الصحراء من دول غرب أفريقيا، ما يزال يأتوا. ثم أن هنالك بعض ضعاف النفوس الذين سمعوا أن تم استباحة مدينة الخرطوم وهنالك فرصة للسرقة وفرصة للاغتناء، بعضهم يأتي من أجل السرقة وضعاف النفوس ومن أجل المال وليس من أجل المشاركة في الحرب مباشرة. وأيضا يعني ما يزال الدعم السريع يتلقى الدعم من دولة الأمارات العربية وخاصة بالسلاح وبالأموال. وصحيح أن الجيش السوداني يستطيع واستطاع فعلا أن يقبض على نسبة كبيرة جدا من السلاح الذي يأتي عن طريق التهريب، ولكن أيضا هنالك سلاح يتسرب ويأتي عبر ضعاف النفوس في المنازل الطرفية وفي الأحياء الطرفية وفي الصحراء، يتم الاستعانة بمهربي السلاح. وتجارة تهريب السلاح هي تجارة موجودة في كثير جدا من الدول ويستعان بكثير من ضعاف النفوس. هنالك دبلوماسي أمريكي اسمه هيدسون كاميرون، هذا كان سفيرا سابقا في السودان الأمريكي في السودان، كتب اليوم تغريدة يعزي الدعم السريع في وفاة رئيس شركة فاغنر بريغوجين. نعم، وطلب متهكما منهم بأن يقيموا العزاء، لأن هذه الشركة كانت هي التي تمدهم بشريان الحياة في السلاح وبالقوة. ويعني قال أنه بالنص يعني تم ضرب حليف قوي وحليف استراتيجي للدعم السريع.